عليكم، لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، نتمنى على الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد في درس جديد. الوغ نبقاو دائما في هذا الفن ديال الباتشورك. دونك رحنا في سلسله ديال الفن ديال الباتشورك. الوغ اولا بعدا نقول لكم علاش انا بديت في هذه الوقيته، بديت بهذه السلسله هذه اللي بغينا نمشيو فيها في الباتشورك. كما كنت قلت لكم انا دابا راني دايره واحد لو غروب ديال دار الصناعة، ياك واحد دار الصناعة، واحد الجروب ديال دار الصناعة، جوج ان شاء الله غادي نديروه من مورا رمضان. كاع الاخوات اللي كانوا باغيين باش يدخلوا معايا في الجروب وما حالفهمش الحظ، غادي ان شاء الله ندخلهم في الجروب اللي في الجروب ديال دار الصناعة جوج اللي غادي يكون ان شاء الله من مورا رمضان، ياك ان شاء الله بحول الله. دونك هاد الجروب هذا الاول ديجا رحنا بدينا فيه، رحنا خدامين، هادي راه شحال حنا خدامين فيه، رحنا خدامين، درنا البروغرام الاول اللي كنا خدمنا فيه ديال الصالات وطاقم الصالات. البروغرام الثاني كنا خدمنا فيه ديال المنظم ديال الهدايا ديال رمضان. وفي الاسبوع الثالث كنا خدمنا لي فوند بلاتو. دونك خدمنا وتبارك الله على الاخوات، كلهم ولاو مبدعات، كلهم حطوا من يديهم فريمون تحف زوينه، فريمون حطوا حويجات زوينين. ان شاء الله غادي تجيبها الوقت وغادي ندير لكم دي فيديو على هذاك المنتوجات كلهم اللي كنا خدمناهم في هذا الجروب هادو، في هذا الجروب هذا ديال دار الصناعة ان شاء الله بحول الله. داكوغ. دونك ولهذا الاسبوع هذا حنا دابا رحنا خدامين في الباتشورك، ياك وهذا ما غاديش ياخذ لينا غير اسبوع، غادي ياخذ لينا اسابيع، حيت الباتشورك فين عميق وفين هو بحر كما كنشوفوا، وفيه العمل فيه الخدمه بزاف، وغادي نمشيو وحده وحده. الو داكشي علاش انايا دابا راني جيت وبغيت ندير انا هذه السلسله، نحييها من جديد لانني شفتها انا بانها مهمه، وشفت كذلك بان بزاف الاخوات كانوا بغاوني باش نعاود الباتشورك. ودايور ملي درت هذا الفيديو ديال البارح اللي كنت حطيتها، بزاف الاخوات اللي عجبهم الحال وشكروني علاش انني هزيت عاوتاني من جديد، حينا من جديد هاد الدروس هذه ديال الباتشورك، عجبهم الحال والحمد لله. دونك داكشي اللي انا دابا راني غاديه مع لو غروب، مع المجموعه اللي عندنا. دونك رانا غاديه معاهم خطوه خطوه، راه بدينا ديجا في المجموعه، بداو الاخوات كيوجدوا التوابات ديالهم، وجدوا الماتيريال ديالهم، وغادي يبداو ديجا في التقطاع ان شاء الله ديال الطريفات ديالهم. دونك في هذا الاسبوع هذا هو العمل اللي غادي يكون ياك، وانايا معكم اخواتاتي، واخا ما كاينينش معنا في الجروب، غادي ان شاء الله تحاولوا تتبعوا معايا هنايا في اليوتيوب، غادي تحاولوا تتبعوا مع اللي بغات واللي عندها هذه الرغبه في هذا الشيء ديال الباتشورك، يمكن ليها تتبع معايا حتى انا، راه غادي نمشي معكم خطوه خطوه صافي. دونك في الدرس اللي قبل راني كنا هضرنا على الباتشورك ككل، هضرنا على الادوات اللي يمكن لنا نخدموا بهم كذلك. واليوم غادي نشوفوا التوب اولا القماش اللي يمكن لنا نخدموا به هذا الباتشورك هذا. الوغ بالنسبه للثوب دائما تنقول لكم الثوب نخدمه بالثوب اللي هو ديال الخيط، الثوب اللي هو واقف، الثوب اللي هو ما يكونش محرحر بزاف، ما يكونش كيتيري، لا ما يكونش يتجبد، ما يكونش نقدروا نخدمه بتويبات اللي هما خفاف بحال الشبكه، بحال التويبات اللي ديال السقلي، ولا نقدروا نخدمه بهم غير يكونوا شادين راسهم، يكونوا واقفين، ما يكونوش محرحرين وما يكونوش يتيريو لينا. علاش؟ من نبغي مثلا نخيط، من نبغي نقطع انايا توب ديال الخيط، من نبغي نقطعو توابات، من نبغي نقطع توابات نوجدهم انايا الباتشورك، ديك الوقيته راه خصني اما غادي ندير عليهم الكباري ونستر، ياك نستر عليهم. دونك ديك الوقيته الستار اللي غادي نستر كيجيني ساهل، كيجيني كيمشي ليا، حيت التوب واقف وما كيتجبدش ليا، وإلا بغيت نستر انايا فوق من التوب كيمشي معايا مزيان، وكتعطيني ديك الستار اللي انا سترتو تيعطيني واضح، كيعطيني نات. دونك يمكن ليا نقطع، يمكن ليا نمشي انا غير على الخط ونقطع، وحتى التقطع كيجيني ساهل، ياك كيجيني ساهل، وكيخرج ليا انايا المنتوج ديالي مقاد، كيخرج ليا هكذا مقاد، شفتي؟ دونك انايا داكشي علاش كنفضل هاد التويبات اللي تيكونوا هكذا، هانتيا كيكونوا واقفين، تويبات اللي تيكونوا هما ديال الخيط تيكونوا هكذا واقفين، بحال الشكل ديال بوبلين،
بحال شكل ديال التوابات ديال لي دغا ديال الدراوات بحال شي تيكونوا هكذا واقفين وما تيكونوا لا يتيري ولا حتى شي حاجه حتى الا بغيت نقطعهم ولا كتجيني تقطع فيهم مزيان ياك. هذه من ناحيه ديال التقطع. ومن ناحيه الخياطه كذلك في الخياطه كتمشي لي الخياطه ديالو مزيان ما كيعذبنيش ما كيتيراش وحتى في الحديده كيجي عاوتاني مزيان في الحديده. دونك هادشي كله هاد المراحل كلها هي اللي كتعطي لها فينيسيون لهداك الباتشوا وكتعطي له هداك الجماليه وهداك الدقه ديالو. هاد المسائل هذا داكشي باش كان علاش كنستعملوا هاد التويبات هادو ياك. الوغ بالنسبه لهاد التويبات من كنبغي انا نفصلهم. الوغ الا كانوا عندي تويبات اللي بحال هكذا اللي عاديين فيهم بحال دابا هادو القطات ديال التوب عادي هكذا نقطعهم كيف بغيت كنمشي وكنقطع. مثلا كان عندي التوب فيه الخطوطه بحال هكذا. الوغ انا نفضل باش نقطع الخطوطه هكذا نقطعهم في هاد لو سونس هذا شتي كيعطيو واحد الجماليه لهاد الطريفات ديالي كيجيو مزيانين ملي تيكونوا مقطعين بحال هكذا فهاد لو سونس. بحال دابا انا هذا ها هو مقطع هنايا هكذا فهاد لو سونس ما عطاش فريمون ملي كنديروا مع لونسون ما يعطيش ما غاديش يعطي مزيان شفتي. الوغ يكون قطعته بحال هكذا غادي يكون احسن شتي كيكون احسن بالاحسن. دونك انا نفضل باش نقطعهم هكا كيعطيو واحد المنظر زوين في المنتوج. ومازال من غادي نخيطوهم وداكشي غادي نوليو نزيدو نشوفو هاد القضيه هذا. دابا غير باش نعاونكم شويه في التقطاع كيفاش تقطعي التوب ديالك. الو هنايا مثلا عندي انا طريفات هنا عندي غير طريفات غير صغار هادو غير طريفات صغار وغادي نخدم بهم. ها انت غير طريفات اللي كانوا شاتوليه وغادي نخدم فيهم. انا هنا مثلا في هاد البلاصه هادي عندي هاد التوب هذا راه مخلط راه فيه الزواق بزاف ولكن عندي هاد الزويقات هادو هاد الدورات هادو اللي عندي هنايا. الو نمشي انا هنايا وناخذ هاد الطرف هذا ناخذ هنايا واحد الطرف اللي في هاد الدورات هادو حيت ما نقدر ما نلقاش انا توب اللي فيه هاد الدواور. وانا هاد الطريف ديال التوب هذا عجبني باغا ندخلو فشي 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 منتوج ديالي. الوغ نجي وكنقطع غير هاد البلاصه هادي انايا اللي نحتاج ليها وغير طريف صغير ندخلو مع طريفات اخرين غادي يعطيني واحد المنظر زوين شفتي. دونك هنا فين يمكن ليا نلعب انا بهاد الطريفات هادو ديال التوب وهادو كما كتشوفي راه غير طريفات صغار راه مشاطوليه من الجناب وهادو غادي نخرج منهم ونخرج منهم اللوينات. ملي غادي نقطع انا دي بوند هنايا دي بوند من هذا ودي بوند من هنا من هاد الطرف هذا ودي بوند من هذا وغادي نلصقهم مع بعضهم ما غاديش يعطيني هاد التوب هذا غادي يعطيني توب اخر منظر اخر شفتي. وهذا هو الحلاوه ديال الباتشورك داكوغ. دونك هادي من هاد الجهه بالنسبه لهاد التوابات هادو. دونك حنا شفنا بان هاد التوابات كلهم هادو اللي كتشوفي عندي هنايا انايا هنايا ديال الخيط راه يخدموا ليا وعندي التوب ديال الوني حتى هو يمشي ليا مزيان. الو كاين قضيه في الحطه من كنقطع. دابا راني قطعت انا طريفات مثلا قطعت الطريفات ديالي ديال التوب بزاف وهذا ونبغي نحط. الو من نبغي نحط باش نخيط نبغي دائما نحاول ندير مزوق مع اوني طرف مزوق وطرف حداه اوني مثلا وعاوتاني طرف مزوق طرف اوني كيعطيني هذا من كنخلط الاوني مع المزوق ياك. وكذلك ملي انايا نبغي ندير انايا غير الاوني كلهم مثلا اوني نقدر ندير كل شيء اوني غير انا ملي نحطهم نحط واحد مغلوق واحد مفتوح باش يكون داك لو كونتراست. دونك ندير مفتوح مغلوق نخلط بحال هكذا مثلا عندي شي لوينات كلهم مفتوحين نجي في وسط منهم وندير شي حاجه فلاش بحال دابا ندير شي اورانج ولا ندير شي بحال اون كولور هكذا فونسي مثلا. دونك هنايا كتعطي واحد المنظر زوين في الخدمه ديالي. مثلا الا بغيت انايا نمشي في لا ميم طوندوس في لا ميم غام نقدر ندير نمشي في لا ميم غام نقدر نمشي غير في الزرق مثلا ولا غير في الخضر ندير لي ديغرادي ديالهم ولا ناخذ كاع التويبات اللي فيهم اللي فيهم مريضات في الخضر اللي فيهم شي حاجه في الخضر مثلا باش تجيني ملي غادي نوجد انا المنتوج ديالي غادي نشوفه بانه عامه انه اخضر ولكن هو مكون من طريفات اللي هما فيهم شي نبيشات في الخضر ولا شي في الاوني في الخضر وواحدين فيهم زوقات في الخضر. دونك غادي تجيني غادي يبان ليا بانني راني في واحد الطابلو اللي هو خضر. دونك جمعت هادوك لي كولور اللي غاديين في لا ميم كا ديال داك اللون هذاك
داكو دونك هكذا نحاول نلعب هكذا على حسب انا اشنو بغيت وعلى حسب اشنو هذاك المنتوج اللي بغيت نخرج انا من يديا ونمشي نلعب بهاد المسائل. انا دابا غير كنعطيكم افكار اللي يمكن ليهم يعاونوكم صافي. دونك هذه من هاد الناحيه ديال هاد التويبات هادو ديال الخيط. الوغ كاين اللي تيقولوا لي عندي توب غليظ واقف. الوغ الا كان توب واقف يمكن لك بحال دابا التوب ديال التلامط كاين اللي عندها التلامط وبقاو ليها دي شوت وداكشي هادوك التويبات ديال التلامط يمكن لك ديري بهم الباتشوار. غير هو هنايا من غادي تصوبي هاد لي بانو اللي غادي تصوبيهم فين غادي تستعمليهم؟ غتستعمليهم سورتو في مخدات للصالون تما فين غادي يمكن لك تستعمليهم اولا على ليميت ان شومان دو طابل هكا صغير ولا شي حاجه هنا فين يمكن لك تستعملي هاد التروفه اللي كيكونوا غلاضين ديال التلامط ديال الصالون هنا فين يمكن لينا. اما مثلا باش نديرو بهم حوايج ديال الكوزينه اولا حوايج ديال البيبي اولا حوايج الحمام لا ما غاديش يمشيو لينا حيت ما غاديش يكونوا ملي غادي نجمعوهم ما غاديش يكون عندنا واحد التوب اللي هو سوبل. دونك من الحسن نخدمو حنايا غير لي كوسا ولا شي حاجه نخدموهم يجيونا مزيانين غير هما يكون من نبغي نجمع بعضياتهم يكونوا بنفس الكثافه ديال التوب وبنفس لا كاليتي ديال التوب ياك باش يمكن ليا نجمع عندهم بعضهم. ما يمكن ليش نجمع واحد غليظ مع واحد رقيق لا ما غاديش يعطيني والو ما غاديش. مثلا ناخذ واحد التوب ناخذ الطرف من هاد التوابات هادو اللي خفافين هكذا اللي رقاقين ديال بوبلين وناخذ واحد الطرف اللي الطروفه عاوتاني من هاد التوابات هادو ديال اللي غلاضين ديال الصالون لا ما غاديش يعطوني ما غاديش يمشي داكو. دونك غادي يكون واحد الفرق بعضياتهم ما غادي يعطينا واحد المنتوج زوين. وهذا دونك نفضل نمشي دائما في نفس لاكاليتي ديال التوب ولا في نفس الشكل ديال التوب ولا بحال هكذا. ولكن يمكن لي نخدم بهم هادو هكذا يمكن لي واللي يمكن لي نخدم بهم كاع يمكن لي نخدم بهم دي كارو كبارين هكذا كبارين ونلصقهم مع بعضهم ويعطوني دي كوسا. هذا مثلا عندي انايا مبره طريفات ديال المبره بقاولي ياك وناخذ دي بانو ديال المبره بحال هكذا واحد في لورونج وواحد في لو فير وواحد في لو جون واحد دونك نخلطهم مع بعضهم بحال هكذا ويعطيوني واحد البانو زوين ملون مزيان ونزيد ندير له انا كاع واحد الحاشيه اخرى بحال هكذا ويعطيني ان كوسه مخده اللي هي غادي يكون عندها واحد المنظر زوين غادي تجي مبهجه داكو. دونك فوالا هادو من ناحيه هاد الوغ كاين اللي كيسولوني عاوتاني على التوابات الرهاف بحال مثلا نقدر نخدم بلي دونتيل التويبات اللي هما شبكه غير ديك الشبكه تكون عندي واقفه ياك تكون عندي واقفه ما تكونش ديك محرحره كاع هذاك نقدر حتى هي حيت في التقطاع غادي تعذبني الا كان داكشي محرحر ولا لورغونزا ولا هادوك غادي يعذبوني بزاف في التقطاع ديالو ياك. الوغ ناخذ هاد لي دونت اللي تيكونوا شادين راسهم ناخذهم حتى هما وندير بهم حتى هما كيجيو زوينين نقدر نخدم بهم دي فوند بلاطو يجوني زوينين بزاف داكو. دونك بحال هكا ولا طريفات ديال السقلي طريفات ديال التوب ديال السقلي حتى هما نقدر نخدم بهم غير يكونوا غاديين في نفس الغلد ديال التوب في نفس هذاك ويكونوا نيت واقفين شويه بحال مثلا اللي كنت درت لكم انايا داك لو فوند بلاطو اللي كنت درتو لكم داك العام اللي درتو في العيد هذاك راه درتو غير من الطريفات ديال السقلي ورانا درنا به ان فوند بلاطو ودرنا به لي ديدات البراد ودرنا به داك الشابو ديال البراد دونك نقدر نخدمهم دونك عندي واحد الفضاء واسع اللي يمكن ليا نخدم في هاد الباتشوار. دونك كاع هاد الطريفات التوابات اللي عندي راني نقدر نخدمهم غير يكونوا كما قلت لك يساعدوني في الخدمه سورتو انني كمبتدئه مازال من نكون انا خدمت وهذا وليت نعرف نخيط مزيان وليت نعرف نلصق التويبات مزيان ونعرف كيفاش نجمعهم واخا يكونوا ماشي في نفس لاكالي نفس الشكل ولا شي حاجه واخا ولكن بما انني عاد مبتدئه لا نمشي غير بالساهل نمشي غير بالحاجه سهله. دونك الحاجه السهله وهي التوابات ديال الخيط صافي. انا هادشي باش ننصحكم باش يمكن لكم تنجحوا فيها ياك. دونك هذا هو اللي بغيت نقول لكم. وكاينين اللي تيقولوا لي بانني بغاو يخدموا بالتوابات ديال الملحفه الو هذوك ديال الملحفه يمكن تويبات خفاف ما كيتيريوش الا ما كيتيريوش واخا الا كانوا كيتيريو هذه لا نضربوا عليها الا ما كانوش كيتيريو كانوا خفاف
خفاف بزاف غادي يعذبوني، غادي يعذبوني في التقطاع ديالهم سورتو في هذا داكوغ، ولكن نقدر مثلا نقدر نخدم بهم على ليميت. ولكن هنا اشنو اللي غادي ندير؟ غادي اما نغلفهم، اما نغلفهم بحال مثلا عندي انايا هاد التوب مثلا، ها هو هذا عندي، هذا عندي مثلا ها هو خفيف خفيف بزاف، هذا هو ما كيتيري ما والو. نقدر انا الا مشيت معاه بالعقل وبالقاعده وهذا راه نقدر نقطعو، ولكن خصو ما يكون لا يتيري لا والو، هو راه خفيف، هو ما بوبلين ما والو، خفيف. هذا يمكن هو اللي كيديروا به الملحفات، يمكن المهم كيديروا به هذا القنادر ولا الكساوي، ولا اللي كتخيط الكساوي بزاف ولا تخيط القنادر وكيبقاو لها طريفات، دونك هذا راه كيخيطوا به ديك القنادر وهذا. دونك هذا يمكن لي نخدمه، غير انا في التقطاع نمشي معاه وحده نمشي معاه بالقاعده باش ما يتكرفش عليا، وفي الخياطه كذلك نمشي معاه بالقاعده. دونك انا نفضل هذا تخليوه للمرحله الثانيه، حيت غادي شويه يعذبكم، ما هو نقدروا نديروا به، نقدروا نخدموا به داكو. وهذا عاوتاني اشنو كاع لي نقدر عاوتاني نقدر نخدم به؟ نقدر ندير دي بانو كبارين، دي بانو لي كبار ماشي صغار، دي بانو لي شويه هكذا كبارين، وندير لهم الماتلاسي، ياك ندير لهم الماتلاسي وندير بهم خيطات، نلاقيهم ونغلف هذاك الماتلاسي من الظهر وندير واحد المخده، هذا يعطيني مزيان، يعطيني مخيطات زوينين ياك، ولكن خصني ندخل فيهم الماتلاسي. والماتلاسي فوقتاش غندخلو؟ غير باش ندير بها هكا مخدات ولا شي حاجه اللي كتكون شويه واقفه، اما باش نخدم به في الحويجات اللي باغا نخدم، ولا نخدم حويجات الكوزينه ولا حويجات ديال البيبي ولا شي حويجات للدار، لا ما يليقليش صافي. دونك فوالا، نفضل حتى نصوب الطريفات ديال التوب ديالي باتشواك ونصوبهم، ونقدر هذيك الوقيته المجموع كاع ندير له الماتلاسي باش نخرج منه دي زارتيكل ديال الكوزينه هذاك واخا، ولكن باش نخدمه كباتشواك وانا نكون دايره له الماتلاسي لا ما غاديش يجيني، وغادي يعذبني وما غاديش يطلع لي مزيان، وفي الحديده ما غاديش يطلع مزيان، والتويبات اللي تيكونوا نيلون هكذا ولا تيكونوا هادو في الحديده راه صعابين. التويبات اللي كيكونوا ديال الخيط في الحديده مزيانين، بالعكس ملي كتحديهم كيزيدوا يطوعوك وكيعطيوك واحد، كيجيو زوينين كيوليو راقيين ملي هذا المنتوج هذا كتحديه. اما مثلا هادو ديال هكذا اللي كيكونوا ديال النيلون ولا هكا خفافين، الحديده يقدر يتشوط لك الثوب بالحديده وما يطوعكش. دونك هادشي علاش كنرجعوا دائما لهاد التوابات ديال الخيط، هذا هو علاش انايا كنفضل باش نرجع دائما لهاد التوابات هادو ديال الخيط داكو. دونك فوالا، يظهر لي راني هضرت بزاف على هاد المسائل هذا، ونحاولوا نمشيو غير بالحاجه مع السهله، نمشيو مع السهل، نبداو في الاول بالحاجه السهله. علاش؟ باش ما نتعكلوش، حيت الا بديت انا بشي حاجه اللي صعيبه من الاول ولا بشي توب اللي عذبني من الاول، ولا غادي صافي غادي نسمح ونقول انا هذا الباتشورك بناقص عليا منه، حيت كيعذبني ومعذب وما غنقدرش نمشي فيه وما غاديش. ولكن الا بديت بشي حويجات ساهلين غادي يسير ليا، وغادي نولي نبغي انا هذا الباتشورك كاع ونبغي نخدم فيه صافي. دونك فوالا، يظهر لي انايا راني عطيتكم دابا، هضرنا سورتو على التوب فهاد الحصه ديال اليوم، وان شاء الله في الحصه المقبله غادي عاوتاني نهضروا على حوايج اخرين صافي. دونك حنا غاديين وحده، انا غاديه معكم، راني غاديه معكم خطوه صافي. دونك حتى انايا راه عندي غير الطريفات، ها نتوما كما شفتيو غير الطريفات اللي عندي ها هما، والطريفات ها هما الطريفات غير صغارين، وغنخرجوا منهم مزيان هادو الطريفات غير صغار غير طوالين، وحتى هما غادي نخرج منهم، ما نحتاجش انا يكون عندي كاع الطرف كبار وهذا ونمشي نقطعهم على باش ندير هادشي، الا هادشي نديرو غير الطريفات كما قلت لكم الصغار، غير الطريفات الصغار. هادشي كله اللي كتشوفي هنايا عندي راه هما كلهم طريفات صغار صافي. دونك فوالا، الوغ نتمنى على الله انني نكون عطيتكم واحد الافاده على التوب اللي يمكن لينا، ولا على القماش اللي يمكن لينا نستعملو في هذا الباتشورك، وهانتوما الوغ وجدوا تويباتكم، قطعوا الطريفات ديالكم، كلكم اخوات اللي معايا في الجروب ديجا اللي راهم بداو يوجدوا هذا، والاخوات اللي ما معايش في الجروب هانتوما بحال راكم معايا في هذا الجروب، هذا بحال راكم معايا، هانتوما وجدوا حتى نتوما، سيروا معايا خطوه خطوه،
انا غادي نحاول وقتاش ما منقد ما نكرهش ندير لكم يوميا ندير فيديو، والله ما نكره وغادي نحاول. انا ديجا درت البارح واحد واليوم هاني درت واحد، والا ربي قدرني نقدر ندير حتى يوميا ونعطي لكم هاد لي فيديو هادو باش نعاونكم، وانتوما او ميم تو اونتر تو بين وبين بين الفيديو بين الفيديو توجدوا راسكم، توجدوا التوابات، هانتوما جمعوا داكشي اللي عندكم وقلبوا وبقشوا هذا وجمعوا الطريفات، وهانتوما استعدوا فهاد رمضان نيت وفهاد الحجر الصحي وفهذا، وها حنا غادي نجمع صافي. دونك فوالا، لو ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الدرس المقبل فيديو جديد. السلام عليكم.